الاتصالات من زمان بقى هو يعني اكتر حاجه افتكرها ان احنا يعني مثلا لما تيجي تبص على افريقيا بالذات، عشان كده انا طول عمري بقول برضو يعني جماهير نادي الزمالك موجوده في كل مكان بجد. احنا اول بطوله افريقيه دخلناها كانت سنه 79، كسبنا 79 وكسبنا 80 81 ورجعنا بالكاس مدى الحياه موجود في نادي الزمالك. فبالتالي اما تيجي تقول نادي الزمالك، لا نادي الزمالك في افريقيا اعلى من اي حد، لان احنا يعني اول فريق لكره القدم سواء من نادي الزمالك او من نادي الاهلي، او لو انا متذكر صح هيبقى اول بطوله افريقيه دخلها كره القدم كانت 84. فاحنا كان بقالنا 6 سنين بنروح، فيعني مفيش بلد في افريقيا رحناها الا يعني الناس بجد يعني بننزل من الطياره ابتدوا كانوا عرفوا الفانيلا البيضة مخطين حمر الزمالك، يعني الناس كلها بتمشي في الشارع بفانيلا الزمالك. يعني افريقيا عرفت اول ما عرفت الكره المصريه كان من الزمالك. طبعا ده مما لا شك فيه. وبالتالي برضو احنا برضو كنا من الجيل اللي هو اوائل الناس اللي احترفت مثلا في الدول العربية. فانت مثلا اما تيجي مثلا دولة الامارات العربية المتحدة كان معظم المحترفين هناك سواء اللاعبين في مختلف اللعبات والمدربين كانوا من نادي الزمالك او العاب صالات. فهتلاقي ان برضو بالنسبة للبلاد العربية جمهور الزمالك الناس ارتبطت طبعا تواجد. وما تنساش برضو ان يعني نادي الزمالك يا جماعة بجد فيه 10 اندية في العالم او اكتر، انا مش متذكر رقم عشان ما غلطش، بس اسمهم زمالك. يعني زمالك اسم مشهور قوي ولو كيان. يعني زمالك هو اسم واحد بس، هو نادي الزمالك في مصر اتاخد وبقى فيه اكثر من نادي بيبقى يحمل نفس الاسم، بس هو خلاص يعني هو معروف الزمالك. الاصل مصر